كل من يستخدم التقنية عليه أن يتحمل تبعاتها، عليه أن يتحمل تبعاتها، تبعاتها مخاطر، تبعاتها ممكن يتم فيها راحة، فيها راحة لكن فيها مخاطر. طبعا الشخص العادي ما يشوفها، يشوف راحة. حنا موسوسين، أنا آسف على الكلمة شوي، حنا يا أصحاب التقنية لا نشوف لا مخاطر. أنا حاول أني أقلل من مخاطري بقدر المستطاع. هل أقلل من مخاطري بمعناته أقلل من استخدامي للتقنية؟ إذا صار في بدائل أخرى ليش؟ ليش ما أقلل من استخدام التقنية؟ ليش ما أقلل من استخدام التقنية؟ إذا في بدائل أخرى وبنفس الأداء. الحين أغلب الأنظمة الموجودة في العالم المهمة ما فيها تقنية، غير مربوطة بالتقنية، شبكة خاصة. لعلمهم بوجود خطر. لوجود خطر، لذلك تلقاها موجودة في الشبكة خاصة. يعني هذه ترى لما أتكلم عن مخاطر التقنية في البيوت، أنا أتكلم عن مخاطر التقنية في المستشفيات وأنظمة المستشفيات، أنظمة المصانع، أنظمة الله يعطيني اسمها التحكم الذاتي، البيوت الذكية، السيارات الذكية. شفنا سيارات تم قيادتها بتحكم ذاتي بعد اختراقها. كل هذه ترى هذه مخاطر. معلش، الجرائم المعلوماتية أنا طبعا ما أقدر أفتي فيها، أنا لست شخص قانوني، لكن يعني بصراحة يعني يجب الوعي. يعني أنا أوصل رسالة لإخواني وأخواتي وابنائي وبناتي، لا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة خاطئة. المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية تقول سجن. أنا والله ما أدري كم مدة، أعتقد سنة إلى 5 سنوات، والله ماني متأكد، وغرامة 500,000 أو كلاهما معا لمن يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ. فاحذر، الرجاء يعني، والله الرجاء يعني. نشوف أشخاص، في ناس طيبين يقول خلاص اعتذر ويكتفى، وفي أشخاص لا يقولك لا أباخذ حقي. ترى هذه ما هي سهلة. المحامين الآن صاروا الناس تشتغل على هالشغلة، المحامين صاروا يترزقون الله يبارك لنا ولهم من هالشغلات. لا تدع سواء نقاش رياضي، ثقافي، سياسي، فني يجذبك إلى أن تكون عرضة للعقوبة. لأنه الحين الكثير من اللي يستخدمون التقنية شباب صغار، يمكن الأب والأم منتبهين، فتلقى هذا الشاب أو هذه الشابة تدخل وتعلق على موضوع ما بعبارات معينة، بتوصيفات معينة، بكذا، ويتم يعني الشخص الآخر يتخذ الإجراء القانوني فيه، والوالدين ما دروا. عشان كذا أنا أقولك ماني شخص قانوني أقدر أفتي، لكن أنا من اللي أشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي ومن بعض الاتصالات التي تردنا، أنا كتبت التغريدة الفلانية وتم رفع قضية علي، أنا عمل كذا وش أسوي وين أروح. لذلك لا تدع يعني اندفاعك وغضبك ولا فرحك ولا استنقاصك من شخص يؤدي إلى عقوبات لا قدر الله لا يحمد عقباها. احذر، انتبه، خلك واعي، اكتب بحكمة، وأيضا لا تنشر حياتك الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، ابتعد.